جولتنا لهذا اليوم يتضمن زيارة ثلاث مواقع، الأولى كاتدرائية H200 والثانية نصب سار دربات، وتنتهي بزيارة أطلال كاتدرائية زفارتنوت. اليوم يصادف عيد السيدة مريم العذراء، وفي هذا اليوم يتم مراسيم تقديس العنب، وهذا هو هيكل أو مذبح درتاد. درتاد الثالث هو ملك أرمينيا الذي كان يضطهد رجال الدين المسيحيين، وفي عام 301 ميلادية اعتنق الديانة المسيحية واعتمد الدين المسيحي كدين رسمي لأرمينيا، وبهذا أصبحت أرمينيا أول دولة بالعالم تعتمد الديانة المسيحية كدين رسمي لها. نحن الآن وصلنا إلى بحر كاتدرائية إشمياتسين، سندخل داخل الكاتدرائية ونصور لقطات من مراسيم تقديس العنب. كاتدرائية إشمياتسين بنيت عام 301 على أنقاض معبد آلهة النار بعد اعتماد أرمينيا الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. هنا نشاهد بعض القبور حيث دفن فيها رجال الدين الذين خدموا الكنيسة الأرمينية. نحن الآن عند نصب سار دربات. النصب الخاص باستقلال أرمينيا الأول، يتكون النصب من هذا البرج الذي يبلغ ارتفاعه 35 متر و 12 جرس. ويتكون النصب أيضا من هذه المجموعة من النسور التي تمثل شجاعة المقاتل الأرمني الذي لا يقهر، وهنا هذا الثوران المجنحان. أرمينيا لو كانت قد خسرت معارك سار دربات كان لم يتبقى منها إلا اسمها، إلا أن الانتصار أوقف الزحف الهمجي التركي على أرمينيا. وصلنا الآن
إلى كاتدرائية زبارتنوتس. كاتدرائية زبارتنوتس الكاتدرائية التي تعمد بها الملك درتاد الثالث. سنقترب من الكاتدرائية، حقيقة هي بقايا الكاتدرائية الأطلال. في هذه المنطقة كان اللقاء التاريخي بين الملك درتاد الثالث والقديس كريكور المنور، وهنا دار الحوار بينهما لاعتماد الديانة المسيحية كدين رسمي للدولة. وهنا ركع الملك درتاد أمام القديس الذي طالما اضطهده، وهنا كفر الملك عن ذنوبه وتعمد على يد القديس كريكور المنور. جولتنا لهذا اليوم تضمنت زيارة كاتدرائية إشمياتين ونصب ساردرباد الخاص باستقلال أرمينيا الأول، والذي كان في عام 1918 واستمر لمدة سنتان. وأخيرا زرنا أطلال كاتدرائية زبارتنوتس. إلى اللقاء في تقارير أخرى، وتقبلوا تحيات أرارات للسياحة.